بشائر الخير والأمطار هلت في ربوع إمارة الشارقة وعدد من المناطق التابعة لها، وتراوحت بين المتوسطة إلى الغزيرة، وأدت إلى جريان الأودية والشعاب. رغم ارتفاع في درجات الحرارة التي فاقت أكثر من 40 درجة مئوية في الفترة الحاضرة من فصل الصيف، دولة الإمارات كانت على موعد ضيف يكون نادر التوقعات في هذا الشهر، وهي أمطار الروائح، حيث شهدت سماء منطقة المدام والعويد التابعتين لإمارة الشارقة مزنا ملبدا ببشائر الخير والفرح، إلى جانب برق ورعد وأمطار غزيرة إلى متوسطة وحبات برد في بعض الأحيان، لتجري معها بعض الشعاب والوديان التي سقت الزرع والمحاصيل. تعرف هذه الأمطار باللهجة المحلية بأمطار الروائح، وهي ناتجة عن السحب الركامية التي تتشكل خلال فصل الصيف، وتنتج السحب بعد هبوب رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية رطبة، تسهم بمياهها إلى ترطيب وتنقية الأجواء وتراجع حدة الغبار والأتربة المتطايرة في الجو. أمطار خير ورحمة جعلها الله سقيا خير ورحمة، ونفع بها البلاد والعباد.